مرحبا بكم جميعا، انا مسرور جدا ان اكون معكم هنا مره ثانيه في هذا في جلسه التحدث. انا دينا، انا مسرور جدا ان اكون مع دينا ماتشوفي من انا من تنزانيا، ومن تنزانيا هي، وهي قدمت مقدمه طيبه جدا عن الحلول الصحيه، وهي عالمه وباحثه نشطة جدا في هذه المجال. وأنتم تعلمون أيضا هنا في تنزانيا أن 60 تنزانيا يستفيدون من هذه ذلك، فهي تلعب دورا كبيرا في الدولة أو في البلد، وبشكل عام كما تعلمون أنه في التطوير، عذرا الصوت متقطع من المصدر، في تطوير حياة المزارعين. فمرحبا دينا، ومرحبا بك في هذه الجلسة. ونبدأ محادثتنا. ماذا ترين دور الذكاء الصناعي في التعليم الآلي، وخاصة في العالم أجمع وبالخص في أفريقيا؟ شكرا لك على هذا السؤال. إن العالم النامي وخاصة تنزانيا هي في الحقيقة لدينا موارد محدودة للغاية، ولذلك فإننا نحاول أن نستكشف تعلم الآية بما يوفر علينا التكاليف لتحسين الإنتاج في المجال الزراعي. وأثبتت الدراسات في العالم المتقدم التي استخدمها في العالم المتقدم بأن تعلم الآلة مفيد جدا في الزراعة، فهو لدينا قواعد حاسوبية لتحسين الإنتاجية لتحسين الزراعة في أفريقيا، وخاصة عندما نتحدث عن الزراعة فهي تعني المحاصيل ودخول الناس. فإن تعلم الآلة هناك أمر حيوي في تطوير بالنسبة لمحاربة الأمراض التي تصيب المحاصيل، وخاصة إنه أيضا مهم جدا، وإنها أداة ذكية في تصنيف والتعرف على طبيعة الأرض. ولدينا أيضا في عالم نامي أن نطور لدينا القدرة على تطوير الأدوات الزراعية الذكية، مثل تحصيل الطعام وغير ذلك. فهذا تعلم الآلة لديه دور حيوي في تحسين الأدوات التطويرية في مجال الزراعة، خاصة في أفريقيا التي تعاني من قلة الموارد. شكرا لك دين، وتعرجا على جنوت عندما أكدت على قلة الموارد، وكيف من المهم أن نستخدم الأدوات حتى نستطيع تعظيم هذه الموارد التي لدينا. فنتحدث الآن عن هل هناك إمكانية لدمج الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة في أفريقيا، وخاصة لأن ما يحدث عندما أن الإنسان قد يفقد السيطرة على الذكاء الاصطناعي في بعض الأوقات؟ نعم، من المهم أن يكون لدينا إجراءات ولوائح هنا. كل هذه الحالات التي تحدثنا عنها والإيجابيات المجال الذكاء الاصطناعي لابد من تنظيمها ووضع القواعد لها. وبما أننا هنا، بأن النظام الكامل، البيئة الكاملة، الإنسان والجنس البشري والمواشي، فكل فكافة أرجاء أو كافة عناصر البيئة تتأثر بالذكاء الاصطناعي، فلابد أن يكون لدينا لوائح. فإن إجراءات الأبحاث أو إن إجراء الأبحاث في بيئتنا هذه يعتبر مهم جدا، ويستخدم أدلة على هذه
استخدم أدلة على أن تكون هذه القواعد موجودة. لا بد أن يكون لدينا دلائل، لا بد أن يكون لدينا بيانات كيف تقوم هذه أو كيف يتم استخدام هذه الآلات في العالم المتقدم. فالبحث مهم جدا، وهو الباحثون يلعبون دورا هاما جدا في وضع مثل هذه القواعد في أفريقيا. وأنني أريد فعلا أن أركز على هذه النقطة حتى أشجع الباحثين في أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي بأن ينتجوا بيانات تعبر عن هذا، عن أهمية وضع الإجراءات التي تنظم عمل الذكاء الاصطناعي، وخاصة في الحقيقة بأنه في أفريقيا لدينا ضغط كبير من عدد السكان، ولدينا إنتاج قليل ففي مجال الزراعة والصناعة. فمسألة أنك تصادر الوظائف من الناس لابد أن نعالجها، لأنه عندما نتحدث عن هذه الإجراءات، وخاصة إن هذه ليست الحالة حاليا، ولكن الذكاء الاصطناعي سوف يساعد الناس، سوف يكونون أكثر كفاءة وكسب المزيد من المهارات. وهذه هي الفرصة التي نتحدث عنها، التي نوفرها للمزارعين، ولكن لا بد من وضع إجراءات لاستخدامه، والباحثون سوف يعالجون ذلك من خلال أبحاثهم لوضع القوانين وإنتاج الأدلة على ذلك. أتفق معك تماما أننا نحتاج إلى أبحاث كافية في هذا المجال في الدول النامية في أفريقيا. هل يمكن لك التعليق على ما تعتقدين ما هو الوضع الحالي فيما يتعلق بالبحث في مجال الذكاء الاصطناعي في الزراعة؟ لأننا نريد أن يكون لدينا سياسة معينة، والموقف الحالي الذي يكون أساسا للسياسة التي نحددها، ويكون لدينا بحث كاف في أفريقيا عن هذا الأمر. هل تستطيع التعليق على الحالة الحالية للأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا؟ إن المجال حيوي جدا ونشط. عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، ولدينا دعم كبير جدا من المؤسسين والممولين، وأريد أن أعترف بمشاركتهم هذه وأقدر الأبحاث الذي أعرفها. فإن هناك جامعة ماكنوري التي تركز على الأمراض والبحث فيها. عذرا، أصدر ف ف وأيضا أبحاث نشطة جدا في تنزانيا في مرض كسابة والكشف عنه واستخدام الأدوات في الكشف عنه. فهذا أمر هام جدا وحيوي، وله تأثير كبير جدا على حياة المزارعين، وخاصة قدرة المزارعين على اكتشاف الأمراض وتزويدهم بالصور تمكنهم من اكتشاف الأمراض عندما يتعلق الأمر بمرض الكسافة. والعمل الذي أقوم به، فإننا نتوقع من المزارعين أن يأخذوا الصور وأن يتعرفوا عليها، وأن يحددوا هل 3 صور، هل يستطيعون التعرف على أي من الصور الـ3 والأمراض التي فيها. وهذا أمر حيوي جدا، ويمكن أن نوسعه ليشمل عددا آخر من الأمراض الذي يؤثر على الأبقار أو الأغنام أو الماعز. فهذا أمر سوف يكون له كفاءة كبيرة جدا في المستقبل، وسوف يتم تطبيقه على مزيد من الحيوانات. فلدينا الكثير من المبادرات التي يمكن وضعها موضع التنفيذ في مجال الزراعة. فلدينا تتعلق بتنمية المحاصيل وأيضا منحة أخرى كبيرة التي استلمناها لأجل تنمية الذكاء الاصطناعي في مجال المحاصيل. شكرا على هذه المعلومات دينا. أود أن أسأل عن أمر يتعلق بالتدريب، لأنه في معظم الأوقات أن هذه التحديات التي تتعلق بالتدريب في هذا المجال، هل تعتقدين
هل هناك منشورات كافية يمكن استخدامها لاستخدام المعلمين أو الباحثين لتحسين الدراسات الحالية وتطوير هذه النماذج حتى نستطيع التركيز على ذلك ونقول بأننا استطعنا حاليا تطوير هذا النموذج وأن هذا النموذج فيه نسبة من الدقة. أعلم أنه تحدي كبير وخاصة فيما يتعلق بالبيانات، لكنني أردت أن أسأل فقط عن هذا الأمر. شكرا لك على هذا السؤال المهدية. صحيح حقيقة أنه الأمر يتعلق بالوقت. لدينا مبادرات موجودة حاليا بهذه الأسماء: دارانوتا بايز، وهي موضوع هام في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنا سعيدة جدا بأن هذه المنظمة تبنت هذه المبادرة بشكل جيد، وأننا نعمل لمعالجة القضايا التي تتعلق بالتحيز واستخدام الداتا التي يتم استخدامها من قبل الممارسين، التي تمثل حتى تمثل هذه البيئة، بيئة المستخدمين. وأنا أعلم أيضا بصندوق ماكونا، وأنا عضو في اللجنة التوجيهية، وإنها مبادرة التي تسعى لتحريك هذا المجال وتحسين الدخول على الدخول المتوسطة والمنخفضة. فأنا أعتقد أن هذه فرصة بالنسبة للباحثين والمخترعين الأفريقيين أن يطوروا محليا في هذا المجال، وفي النهاية أن يكونوا قادرين أن يكون لديهم علم البيانات لاستخدام هذه البيانات في المجال الأفريقي. فصندوق مكونة بالفعل حصل على جائزة تسمى متابعة الزراعة عندما قاموا عن هذه الباحثين وهذه المبتكرين استخدام هذه البيانات في المجال الزراعي في أفريقيا الذي يمثل البيئة الأفريقية. فإننا نرى علم هذه البيانات يصبح حيا و حيويا، وسوف يتيح لنا الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل قطاع الزراعة. فكل هذه البيانات سوف تكون مفتوحة ومتاحة للجميع، وكثير من هذه المجالات سوف تتوفر للباحثين وسوف تساعد في تنمية هذا المجال. شكرا لك. أرى أن المستقبل مشرق حقيقة، وإنني أحب هذا وأحب مثل هذه المبادرات، لأنها في مجال الذكاء الصناعي نريد توظيفه حتى يكون لدينا علم البيانات التي يمكن استخدامه في مجال الأبحاث. اليوم، بما أن اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، وإننا نفهم دور المرأة المزارعة وخاصة في أفريقيا، تعلمين بأن الحياة تعتمد على اشتراك المرأة في الزراعة. ماذا تعتقدين هو دور المرأة التي تعمل في مجال علم البيانات؟ شكرا لك على هذا السؤال مهدي. إنه يومنا اليوم حقيقة. أريد أن أشجع المزيد من العالمين، أو خاصة النساء الذين يعملون في مجال علم البيانات، أن يتجهوا إلى مثل هذه العلم وعلم البيانات، لأن المجتمع داعم جدا لهذه الفكرة، لأن دور المرأة في علم البيانات وخاصة في الزراعة هو تشجيع نساء أخريات تحقيق أهدافهم. فلدينا قطاع الدجاج الذي نعمل عليه، فعندما تذهب إلى الحقل تجد أن المزارعين معظمهم من النساء العاملات، فهم بيكونوا سعيدين جدا على أن يتعاونوا معك في
الأسئلة والإجابة عندما يكون السائل من النساء. ف المجال حساس، أنت تعرفين أن هذا المجتمع حساس جدا، وخاصة وخاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية نشر هذه البنات. لكن عندما تزور هذه العائلات و أن ف فيكون الذين يملكون الهواتف المحمولة من الرجال، فالنساء الذين فالمرأة التي تكون، فمسألة الاتصال بالنساء هذا أمر صعب جدا، فهذا أمر مشكلة علينا أن نحلها عندما نكون في يمكن حلها بالتواجد في الحقل أو بالمجال في على الأرض، بأن نجري محادثات ومقابلات مع النساء في الحقل، وتكون المقابلة تدار من قبل امرأة عالمة في هذا المجال. حتى بالنسبة للإجابة على الاستفسارات، تكون المرأة أكثر إيجابية في الرد على هذه على الأسئلة من الرجال. فلدينا نقطة حيوية جدا علينا معالجتها، وخاصة عندما نجري المقابلات في الحقل، أيضا أن نشجع كثير من النساء على المشاركة من أجل التطوير، وخاصة عندما على مستوى أصغر يكون معظم هذه المجموعات يتم إدارتها من قبل النساء. حتى إذا كان لديك حل من أجل النساء في الزراعة، فهم فالنساء أكثر إلى تبني مثل هذه الأدوات، ويكون هذا أكثر أهمية عندما تكون نسبة التمثيل أعلى للنساء، وتكون نسبة التمثيل فنريد أن نشجع النساء على الالتحاق بعلم البيانات حتى يكونوا معنا في هذا الميدان. شكرا لك. أتفق معك أنني أعلم بأنه في الحقل هناك طريقة لجمع المعلومات، وخاصة في أفريقيا، فإننا نضع أعوذ الصوت متقطع، فإننا نثق في النساء أكثر. أردت أن أسأل أيضا، ما هي اللغة التي تستخدمها لإنتاج البيانات والنظام؟ شكرا لك مهدية. إننا نجمع البيانات، بس نستخدم نظام جمع البيانات المفتوحة الذي يستضيفه جوجل درايف لجمع البيانات، وفي النهاية نحرك البيانات التي نجمعها إلى زينودو، وهي منصة بعد التعديل عليها. بالنسبة لوضعها في أنظمة، نستخدم أو في نسق نستخدم كارس، إطار كارس، ونريد أن نستمر في هذا الاستخدام الذي نستخدم فيه البيانات. فإن هذه الأنظمة لها قدرة كبيرة على معالجة البيانات، فسوف نستخدم هذه البيانات في النهاية في تنسر فلور لايت، وهي لفك شفرات البيانات. عندما بدأت في جمع البيانات، وخاصة الصور عن الدجاج، شكرا على هذا السؤال. تتذكرين أنا تحدثت وركزت عن هذا، عن جمع البيانات. لجمع البيانات تستهلك كثير من الوقت، لأننا نجمع الكثير من البيانات، أجرينا الكثير من العمل، فتم إجراؤها محليا. بالنسبة لمرض نيوكاسل التي موجود حاليا، بدأنا العام الماضي في شهر سبتمبر، وكانت التجارب لم تعمل مرتين، وعندما أردنا المعلومات مرة ثالثة جمعنا مرة، فأردنا فعلا جمعها ونجحنا في ذلك. وإن المرض قاتل، الدجاج يموتنا في كل في ظرف يومين أو ثلاثة يموت الدجاج عندما تصاب بهذا المرض. بالنسبة لي
للبيانات الأخرى في السموة نيلة، فنتحدث عن تقريبا شهرين أو شهر لجمعي تقريبا 1000. عذرا الصوت متقطع، فلدينا علينا أن نوفر شهرين من العام لجمع تقريبا 1000 صورة. بالنسبة لديكسيديوسس، إننا جمعنا البيانات على مستوى المزارعين وذهبنا إلى الحقول واستطعنا جمع البيانات من المزارعين، وكان في أروشا وموشي، فتقريبا أخذ منا 4 أشهر حتى نجمع هذه 4000 صورة. فعملية أيضا معالجة الصور تستهلك الكثير من الوقت، فإننا تقريبا حوالي عام قمنا بالعمل كاملا. أنا أعتقد بأن استهلكنا الكثير من الموارد في هذا الأمر، وأعتقد أنه سيتم مشاركة هذه البيانات وفتحها للجميع. نعم، إنها مفتوحة للجميع، وهناك أكثر من 6000 صورة على زينودو، وهي متاحة بالمجان للجميع. هذا رائع، شكرا لك. أعتقد هذا أمر هام جدا، إننا اختصرنا الوقت، إنكم تقللون الوقت المطلوب لبذل هذا المجهود، وأنا أيضا هذا يتصل بأمر زي سوف كنت أسأل عنه، أود بإيجاز، هل تجيبين على ذلك أم لا؟ ما هو دور المؤسسات الأخرى والمنظمات التي الدور الذي تلعبه لضمان مثل هذا النظام؟ حق أنني دائما أشيد بكاسيتي بيلدينج، فأنني أدعو بناء القدرات لدى الناس. نريد أن يكون لدينا الكثير من العاملين في مجال علم البيانات، ونريد تأهيلهم وتعزيز قدراتهم في هذا المجال. شكرا لك. نريد فعلا أن تعزيز هذه القدرات بشكل عام، وشكرا للجميع على الاستماع لنا. إذا كان لديك أي سؤال يمكنك طرح السؤال، وسوف نجمعها ونجيب على البعض منها، وأعتقد أن الكثير منكم أسئلة إلى دينا، ودينا سوف تجيب على رسائلكم. شكرا لكم، وأتمنى لكم يوما سعيدا. شكرا لك، يوم امرأة سعيد.